4. العدالة النووية، روسيا تطالب أمريكا بعدم المساواة. ده مصطلح ممكن نعتبره جديد، العدالة النووية. روسيا وأمريكا أكبر قوتين نوويتين في العالم، وطبعا احنا في خطر كبير جدا، يعني أي حد بينام ويصحى في خطر إنه يصحى ما يلاقيش العالم، لأنه لو في حرب نووية كبيرة جدا ده معناه ممكن نلاقي كل هذا الكوكب وقد اختفى لا قدر الله، لأن في رؤوس نووية كتيرة جدا عند الروس، ورؤوس نووية كتيرة جدا عند الأمريكان. ولو حرب نووية أمريكية روسية واستخدم فيها بقى جزء كبير من الأسلحة النووية، ده معناه إن الكوكب ينتهي، ولو رجع تاني ينتهي تاني، ولو رجع تالت ورابع ينتهي تالت ورابع، ولو رجع عشرات المرات ينتهي الكوكب عشرات المرات، لأن المخزون الاستراتيجي من السلاح النووي كفيل بتدمير كوكب الأرض عشرات المرات. دلوقتي في كلام على خفض الأسلحة النووية، فالأمريكان بيقولوا نخفض بالتساوي، الروس بيقولوا لا مش بالتساوي، لأن لو بالتساوي وانتوا الترسانة بتاعتكم أكبر ده معناه إن روسيا تتراجع، وده هيخلي ميزان التوازن النووي يختل لصالح أمريكا، فبيقولوا يبقى في العدالة النووية، أو معنى الكلام يبقى في عدالة نووية مش مساواة في خفض الأسلحة النووية. الأمريكان بيقولوا لازم نخفض بالتساوي، هما بيقولوا لا انتوا تخفضوا أكتر مما إحنا نخفض. وزارة الخارجية الأمريكية قالت رقم رسمي مهم سنة 2014، السلاح النووي حضراتكم حاجتين، الرأس النووية نفسها اللي بتنفجر تدمر دولة بكاملها أو مدينة بكاملها أو عدة مدن، وبعدين بقى وسيلة نقل السلاح النووي، والوسيلة ثلاثة، يا طيارة يا صاروخ يا غواصة نووية، هم دول الثلاثة اللي ممكن يضربوا قنبلة نووية أو رأس نووي، يا إما طيارة تشيل القنبلة النووية وتضرب، يا غواصة تطلق صاروخ نووي، يا إما الصواريخ النووية اللي بتطلع من الأرض وتضرب دولة أخرى أو مدينة حول العالم بالسلاح النووي. الأرقام الرسمية اللي الأمريكان قالوها في الخارجية الأمريكية سنة 2014 خطيرة جدا. أمريكا عندها 794 وسيلة لحمل الأسلحة النووية، يعني قول 800 تقريبا، يعني الأمريكان عندهم 800 وسيلة لحمل الأسلحة النووية، ما بين صواريخ وما بين غواصات نووية وما بين طائرات قاذفات استراتيجية تقدر تنقل قنابل نووية. الروس عندهم قد ايه؟ 528، يعني نقول تقريبا 800 هنا و500 هنا، 800 وسيلة لنقل الأسلحة النووية عند الأمريكان و500 وسيلة لنقل الأسلحة النووية عند الروس. طب اوكي دي وسيلة النقل، الدولة دي عندها كام رأس نووي والدولة دي عندها كام رأس نووي؟ طبعا في أكتر من إحصائية وأكتر من رقم، إنما ده رقم وزارة الخارجية الأمريكية وبالتالي ليه مصداقية كبيرة. الاتنين عندهم تقريبا نفس العدد، الأمريكان 1642 رأس نووي والروس 1643 رأس نووي، يعني تقريبا قد بعض، يعني 1642 رأس نووي عند كل طرف، يعني أكتر من 3000 رأس نووي عند الدولتين معا. تخيل بقى لو حرب نووية فيها الدولتين. اللي مطروح دلوقتي بين بوتين وبين ترامب هو خفض الأسلحة النووية، هذا مخزون مفزع ومخيف، إما أن يطلع في أي لحظة في المستقبل أو في الوقت الحالي أي مسؤول أحمق فيدي قرار هو الموضوع كله يكون معاه الباسورد بتاع السلاح النووي وبس يتك على زرار نلاقي سلاح نووي خرج، صاروخ نووي انطلق، او انه خطأ فني، خطأ في الكمبيوتر، انه مفيش قائد احمق ولا مسؤول احمق ولا حد متهور، وانما الكمبيوتر نفسه حصل فيه مشكلة فخرج سلاح نووي بطريق الخطأ. علشان كده الفلاسفة والمفكرين في العالم كله وانصار السلام بيشتغلوا على حاجة محددة، إزالة الأسلحة النووية من كل العالم طول ما هي موجودة، حتى لو اللي بيحكموا منتهى الحكمة والعقل
في خطر كبير على إنهاء الكوكب من خلال حرب نووية.